مرحبا بكم وحياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف المحلية والدولية ونبدأ بالعناوين. في المدى الصحة تشدد على أخذ اللقاحات، الوباء لا يزال يشكل خطرا. في موقع يقين تظاهرات مرتقبة بذكرى تشرين الثانية وناشطون يؤكدون رفضهم الانتخابات. وفي العربي الجديد مقتل إيراني وإصابة على عشرات في تدافع على الحدود الإيرانية العراقية. القدس العربي التحالف تدمير طائرة مفخخة حوثية أطلقت نحو السعودية. وفي عربي 21 اتفاق عراقي تركي على تأهيل سكك الحديد المشتركة. نقرأ من أوبزيرفر محاولات لتسويق الأسد المنبوذ كمفتاح للسلام في الشرق الأوسط. وفي واشنطن بوست فساد وسوء إدارة وغياب المعنويات وراء انهيار أغلى مشروع أمريكي في أفغانستان. بدأ بكذبة وانتهى بكارثة وإشادة من تل أبيب ما وراء مؤتمر التطبيع بأربيل. إذن نبدأ من مقال نشره موقع عربي بوست للكاتب ياسر الزعاترة عن مؤتمر التطبيع الذي بدأ بكذبة وانتهى بكارثة وإشادة من تل أبيب، ولأن هذا المؤتمر منذ بدئه إلى نهايته كان كذبة، سواء في الدعوة التي جاءت للشخصيات التي شاركت على غير ماهيته، أو في التنظيم الذي أظهر ذمم من نظموه، أو في بيانه الختامي الذي ذهب بعيدا عن هوى وهوية العراقيين. فإن أحدهم خرج فهل يقف وفضح من نظموه، وكان الكاظمي وراء هذا المؤتمر، مؤتمر التطبيع. فلنتابع التفاصيل. وإن بدا المؤتمر على أنه تحرك شخصي من وسام الحردان، إلا أن الشواهد تتحدث عن أن محاولات التطبيع بدأت قبل فترة من هذا المؤتمر. فقد كشف السياسي العراقي المقرب من الإدارة الأمريكية مثال الآلوسي عن تفاصيل المناقشات التي أجراها وفد حكومي عراقي في عام 2020 خلال جولة أوروبية لتفضي إلى تطبيع كامل بين بغداد وتل أبيب. وإن كانت المحادثات سرية في حينها، فقد آن الأوان لإطلاق بالون اختبار لدخول مرحلة التنفيذ، لا سيما أن الأزمة المالية والأمنية التي يعيشها العراق تحتاج رسائل باتجاه معين يجد الكاظمي له فيه مكان. لقد اختار من يقف وراء المؤتمر الشخص الصحيح من وجهة نظره للزج به في المقدمة ليتلقى الضربات. تطبيع العراق مع الكيان المحتل ربما يرى النور قريبا إذا ما نجح الكاظمي في تربيطاته التي بدأ في نسجها من أجل العودة إلى رئاسة الحكومة في ظل حالة الصراع على السلطة بين الكتل والأحزاب في الانتخابات القادمة. فما كان مؤتمر بغداد ورعاية فرنسا له إلا بابا ليدخل منه الكاظمي إلى نادي المطبعين، وهو ما تسعى إليه أمريكا التي ترى أن الكاظمي رغم فشله يمكن أن يكون له دور في تحجيم الميليشيات الموالية لإيران في العراق، ومن ثم تحجيم النفوذ الإيراني. وأضاف الكاتب بين طموح الكاظمي وأوهام أمريكا يبقى الرهان على الشعب العراقي الحر الذي خرج في ثورة تشرين ليقدم حياته رخيصة للخلاص من الاحتلال الإيراني والأمريكي المزدوج، فلن يقبل أن يبيع بلاده لاحتلال صهيوني له عنده ثأر وأرض يسعى لأن يستردهما. فليحلم الكاظمي كما شاء، ولتتوهم تل أبيب ومن ورائها ومن ورائها أمريكا كما تريد، فإن شعب ثورة 20 وتشرين لن يقبل الاحتلال مكانا في بلاده. في
في موقع عربي 21 كتب علي حسين باكير عن الانسحاب أو الخروج الأمريكي من العراق في نهاية العام، إذ يستعد العراق الشهر المقبل لإجراء انتخابات برلمانية يرى كثيرون أنها لن تغير من المشهد العام في البلاد شيئا بعد نحو عقدين من الفوضى والفساد والحروب الداخلية. وكما يقول بعض العراقيين علنا، نرى الكثير من صور المرشحين لكننا لا نعرف شيئا عن برامجهم، في إشارة إلى حجم اليأس من التغيير وتحول الانتخابات إلى فولكلور بحسب تعبير الكاتب، لإطفاء الشرعية على الوضع غير الشرعي القائم على المحاصصة الطائفية ونهب الخير العام. يتواجد في العراق اليوم حوالي 2500 إلى 3000 جندي أمريكي شكلوا العمود الفقري لقوات التحالف ضد تنظيم داعش، ولعبوا دورا محوريا في هزيمة التنظيم. وبالرغم من أن دور القوات الأمريكية تحولت في مرحلة من المراحل إلى دور إشكالي، خاصة بعد أن تبين أن معظم الدعم الذي كانت تقدمه الولايات المتحدة إلى القوات الرسمية العراقية ذهب في نهاية المطاف إلى الميليشيات العراقية المحسوبة على إيران، إلا أن تواجد هذه القوات مهم لناحية التوازنات الداخلية والإقليمية أيضا. إذا ما التزم بايدن بهذا الاتفاق وأنهى التواجد الأمريكي العسكري في العراق في ظل الظروف السائدة، فهذا يعني أننا قد نصبح أمام سيناريو مشابه لما حصل في أفغانستان. ماذا إذا ما فسر هذا الانسحاب على المستوى الداخلي على أنه انتصار لفئة على فئة أخرى؟ ألا يفترض هذا الأمر بدوره إمكانية حصول موجات تهجير وتدمير جديدة؟ وما إذا فسر هذا الانسحاب على المستوى الإقليمي على أنه انتصار لمعسكر على معسكر آخر؟ ألا يؤجج هذا من حالة العداء ويعيدنا إلى المربع الأول؟ هل الدول العربية والخليجية مستعدة لمثل هذا الاحتمال؟ وهل الفترة الفاصلة بين السيناريو الأفغاني الحالي والسيناريو العراقي المحتمل كافية ليعيد اللاعبون الإقليميون ترتيب أوراقهم على هذا الأساس؟ المتابع للتحركات الأمريكية في المنطقة مؤخراً ولقرارات بايدن الأخيرة يفترض أن موضوع الانسحاب الأمريكي من العراق ليس مجرد مناورة إعلامية أو محاولة لكسب الوقت، بقدر ما هو خطوة إضافية في استراتيجية تقليص التواجد الأمريكي في المنطقة. هناك تساؤلات إذن عن مدى قدرة أو رغبة واشنطن على استمرار في تقديم الضمانات الأمنية وحماية طريق التجارة والملاحة البحرية في وقت ينظر فيه كثير من الأمريكيين إلى أن هذه الضمانات هي أعباء سياسية واقتصادية وأمنية تصب في نهاية المطاف في خدمة الطرف الأكثر استفادة من هذه الخدمات وهو الصين. فمنذ مدة طويلة لم تعد الولايات المتحدة تعتمد على نفط الخليج بالشكل الذي كان عليه الأمر في السبعينيات، ولم تعد واشنطن أيضا الشريك الاقتصادي الأول لهذه الدول. عن السرطانات في العراق حقيقتها وتداعياتها كتب جاسم شمري، تذكر العديد من المواقع الطبية المعتبرة أن السرطان كانسر هو مصطلح طبي يشمل مجموعة واسعة من الأمراض التي تتميز بنمو غير طبيعي للخلايا التي تنقسم من دون رقابة ولديها القدرة على اختراق الأنسجة وتدمير أنسجة سليمة في الجسم، وهو قادر هذا المرض الخبيث على الانتشار في جميع أنحاء الجسم. ولكن ما علاقة ذلك المصطلح الطبي بما يحدث في العراق؟ فلنتابع التفاصيل. ومعلوم أن العراق من البلدان التي لم ينتشر فيها السرطان بشكل واضح قبل دخول العراق للكويت في العام 1990، وبعدها بدأت تظهر بشكل واضح إحصائيات متنامية عن هذا المرض القاتل، وبرزت بشكل لا يمكن تجاهله بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في العام 2003.
وقد ذكرت العديد من الوكالات العالمية ومنها وكالة الأناضول أن معدلات الإصابة بمرض السرطان في العراق قد سجلت على مدى السنوات القليلة الماضية ارتفاعاً مقارنة بمعدلاتها في السنوات الأولى التي أعقبت الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003، وذلك بسبب تفاقم مشاكل التلوث البيئي لا سيما في المحافظات الجنوبية، وأن العراق يعاني من تلوث الماء والهواء والتربة الناجم عن انبعاثات السيارات والمولدات الكهربائية في المناطق المزدحمة والإسراف في استخدام الأسمدة الكيميائية، إضافة إلى مخلفات الحرب والقصف باليورانيوم المنظب. وسبق أن نشرنا كلاماً خطيراً للدكتور كريس بوسبي الأستاذ في جامعة أليستر وأحد واضعي الدراسة الاستقصائية في مدينة الفلوجة العراقية الغربية التي تبعد 60 كيلومتراً شمال غرب بغداد، التي حملت عنوان السرطان ووفيات الرضع في الفلوجة بين عامي 2005 و2009، والذي قال في دراسته بأنه من الصعب جداً وضع اليد على السبب الدقيق للسرطان والتشوهات الخلقية التي ما زال يتعرض لها عدد كبير من أطفال مدينة الفلوجة التي شهدت عام 2004 هجمات مسلحة شنتها قوات من مشاة البحرية الأمريكية المارينز. وأضاف الكاتب: سكان الفلوجة ما زالوا يؤكدون تعرضهم لأسلحة اليورانيوم والقنابل الفوسفورية في أثناء الهجوم الذي شهدته المدينة، وأن قوات الاحتلال الأمريكية المحتلة استخدمت آنذاك سلاحا جديدا ضد المباني في الفلوجة تميز بقدرته على اختراق جدران المنازل وقتل سكانها. وكان أطباء مدينة الفلوجة قد أكدوا أيضاً أن التشوهات الخلقية الخطيرة التي يعانيها الأطفال والتي تتراوح بين ولادات برأسين وعدم وجود الأطراف السفلية، أكدوا أنها فعلاً كانت مأساة حقيقية تعانيها مدينة أو محافظة الأنبار عموماً وسط إهمال كبير في المجال الصحي في عموم البلاد. أين ذهبت 5 تريليونات دولار التي أنفقت في حربي أفغانستان والعراق؟ التفاصيل أو الإجابة عن هذا السؤال في تقرير صحيفة الجارديان، جاء فيه: في وقت لا تزال واشنطن تجادل بشأن أي إنجازات حققت بعد 20 عاما وبعد إنفاق ما يقرب من 5 تريليونات دولار على الحروب الأبدية، هناك فائز واحد واضح هو صناعة الدفاع الأمريكية في العراق وفي أفغانستان أيضا، فقد اعتمد الجيش الأمريكي بدرجة غير مسبوقة على متعاقدين من القطاع الخاص للدعم في جميع مناطق الأعمال العسكرية. من أجل توفير ميزانيات كل هذه الحروب، استخدم الكونغرس نظام التمويل الطارئ والعمل على التحايل على الموازنة العادية. فخلال العقد الأول من الصراع استخدمت الولايات المتحدة مخصصات الطوارئ، والتي عادة ما تكون مخصصة للأزمات لمرة واحدة مثل الفيضانات والأعاصير بسبب ضآلة الميزانيات المخصصة للدفاع. ولأن هذا النوع من الاتفاق مستثنى من توقعات الميزانية وتقديرات العجز، فقد تمكن الجميع من الحفاظ على التظاهر بأن هذه الحروب ستنتهي قريبا لتكون النتيجة ما أسماه وزير الدفاع السابق روبرت غيتس ثقافة المال اللامتناهي داخل البنتاغون. فقد اتخذت وزارة الدفاع عددا من القرارات كإدارة عملية تقديم هبات للمقاولين ومنح العقود، واحتفظت بما لا يقل عن 10% من تمويلات الحرب في حسابات سرية. بل حتى الأزمة المالية لعام 2008 لم تستطع أن توقف فورة الإنفاق. ففي وقت فرض فيه الكونغرس سقوفاً شاملة للإنفاق على البرامج الحكومية بسبب الأزمة، تم استثناء الإنفاق الحربي من ذلك،
كان البنتاغون قادراً على استخدام ميزانية الحرب الطارئة الخاصة لشراء التحديثات والخدمات والمعدات الجديدة التي بالكاد دعت لها الحاجة في العراق أو أفغانستان، وبالتالي استمرت ميزانية البنتاغون في النمو وتمكنت من مضاعفة حجمها بين عامي 2001 و2020. وأضاف تقرير: ليس من المستغرب أن كثيراً من النفقات في زمن الحرب كانت مهدرة للغاية، فالمفتشون العامون لأفغانستان والعراق ولجنة التعاقد في زمن الحرب والمفتش العام أيضاً للبنتاغون جميعهم وثقوا عدداً كبيراً من حالات الهدر والفساد والإنفاق الوهمي، أي الأموال التي أنفقت على أنشطة تبين أنها لم تكن موجودة على الإطلاق. ووفقا لمحللين حكوميين فكانت النتيجة النهائية لمشاركة القطاع الخاص على نطاق واسع في العراق وأفغانستان كانت زيادة تكلفة الأعمال الحربية ماديا. نشر صحيفة واشنطن بوست تقريرا عن الطريقة التي انهار فيها الجيش الأفغاني، وذكرت أن بناء قوات أمن وطنية في أفغانستان كان المشروع الأكثر طموحاً وكلفة في الحرب التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان لعقدين، ولكنه انتهى بإخفاق ذريع. الرئيس بايدن قال قبل شهر من انهيار المؤسسة العسكرية الأفغانية إنها مسلحة جيداً كأي جيش في العالم، واليوم لم تبقى ولا حتى وحدة من قوات الأمن على حالها، فقد قادت حركة طالبان حملة محكمة لتأمين صفقات استسلام قادت إلى انهيار العسكر الأفغان، إلا أن طبقات من الفساد والتبذير والفشل اللوجستي أدى إلى عدم توفر المعدات لقوات الأمن وأثر على معنوياتها، مما أسهم في نجاح حركة طالبان. وتكشف عدة مقابلات مع عناصر في القوات الخاصة والجيش والشرطة في 3 ولايات جرت في الفترة ما بين آيار مايو تموز يوليو عن كيفية انهيار قوات الأمن والجيش في أفغانستان، فالانهيار لم يكن مفاجئاً ولكنه بدأ منذ أشهر قبل سقوط كابل. ففي الربيع تكبدت قوات الأمن خسائر فادحة، ومع زيادة مدى الانسحاب الأمريكي ومواصلة طالبان تقدمها في المناطق الريفية زادت أعداد الضحايا بين مقاتلي الحكومة، ومع زيادة كثافة الحرب في آيار مايو وجدت الشرطة على الخطوط الأمامية نفسها في وسط معركة ولم تتلقى رواتبها منذ 6 أشهر، وهي مشكلة كبيرة تركت آثارها على معنويات الجنود وجعلتهم ضعافا أمام عروض حركة طالبان. وأضاف صحيفة واشنطن بوست في تقريرها: أنفقت الولايات المتحدة مليارات الدولارات على تدريب وتسليح الشرطة والجنود وأفراد القوات الخاصة، ولكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تجاهلت التحذيرات من المسؤولين الأفغان والأمريكيين، وأكدت أن هذه القوات قادرة على الدفاع عن أفغانستان. نشر صحيفة أوبزيرفر بريطانية تقريراً أعده مراسلها في الشرق الأوسط مارتن شولوف بعنوان: الأسد المنبوذ يسوق إلى الغرب على أنه مفتاح السلام في الشرق الأوسط، فلنتابع التفاصيل. بعد 10 أعوام من الحرب وسفك الدماء، يحاول حلفاء الرئيس السوري الأجانب إعادة تأهيله، فقد ظل الأسد لأكثر من عقد منبوذاً كافح من أجل ترتيب زيارة في الخارج أو فرض نفسه على زواره، وظل وحيداً في قصره، طبعاً باستثناء مساعديه الذين يثق بهم، ويدير منه دولة محطمة، ويواجه مطالب مهينة من أصدقائه القليلين لتوفير الحماية، ولم يترددوا عن إخفاء طلباتهم. ففي زياراته المتكررة إلى سوريا رتب فلاديمير بوتين لقاءاته في قاعدة روسية، وأجبر الأسد على الوقوف خلفه في المناسبات التي يقودها،
وفرضت إيران نفسها وشروطها أو همشت الزعيم السوري في القرارات التي حددت مسار بلده. ومع انحسار غبار الحرب ومحاولات المنطقة المتعبة من حرب 10 أعوام إعادة ترتيب نفسها، ظهرت دينامية غير متوقعة، فقد أصبح الأسد المنبوذ مطلوباً، وبات الأعداء الذين عارضوه في وقت تفككت فيه سوريا ينظرون إلى دمشق كمفتاح لإعادة ترتيب المنطقة الممزقة. ويبدو أن الوحشية التي أدت لمقتل 500,000 شخص، العدد المسجل حتى عام 2015 عندما توقفوا عن العد، لم تعد عقبة، ولا حتى دور الأسد في تشريد نصف سكان بلده بشكل غير المعادلة السياسية في أوروبا وما بعدها. وبدلاً من تحول سوريا إلى مركز نهاية الشرق الأوسط، أصبحت النقطة المحورية لخطط إعادة استقرار ما بعد الربيع العربي. وعلى مدى 12 شهراً الماضية، أرسلت الإمارات والسعودية مسؤولين إلى العاصمة السورية لمقابلة مسؤولي المخابرات. أقامت مصر وقطر بخطوات مبدئية، في وقت حث الأردن الولايات المتحدة على المساعدة في إعادة دمج سوريا وأنها في موقع جيد للمساعدة. ومن أخبارنا المنوعة في صدى الأقلام، تتقاطع روبوتات صغيرة تنتقل على عجلات 6 مع صناديق بيض أنيقة على الرصيف من دون أن تثير اهتمام أحد. ففي حي ميلتون كينز السكني على بعد 80 كيلومتراً شمالية لندن، باتت هذه الأجهزة المستخدمة للتوصيل الآلي للطلبات جزءاً من المشهد منذ أكثر من 3 سنوات. ويجوب نحو 200 من هذه الروبوتات شوارع البلدة ومدينة نورثامبتون المجاورة، إذ توصل هذه الروبوتات للزبائن، توصل مشتريات أو وجبات الطعام، وسيرتفع عددها قريباً إلى 500، وسيتوسع أيضاً نطاق عملها لأشمل 5 بلدية جديدة، خصوصاً في منطقة كامبريدج في شمال إنجلترا. وقد زادت الشركة عدد أعمال التوصيل بواقع 4 أضعاف، وباتت تجري 1000 عملية يومياً في البلاد، وأن الطلب لم يتراجع مع رفع القيود المرتبطة بمكافحة تفشي فيروس كورونا. قبل الختام، لنا وقفة قصيرة مع أبرز الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم. غدا بإذن الله لقاء مع صدى الأقلام في رعاية الله.